دابا المشكل ديال الاخت انا جات جمعيه ديال اسود الزهره جات دارت في السبيطار ديال الحومه ديال الحد السوالم هو السبيطار الكبير اللي كاين حد السوالم ديال سميتو جاو عندنا دقوا علينا قالينا اللي باقي ما خدناش الولد ديالو دابا كاينه الجمعيه راه جات مزيانه قانونيا زعما الطبه اللي غتمشيو عندهم نتوما راهم كلهم كاينين هنايا مشينا كاملين سميتو دينا اولاد ديالنا وهذا طلبوا لنا التحاليل درناهم قالك اللي ما عندوش تحاليل راه ما نقدروش ندخلوه نديروا ليه زعما يدخل لي ختن بلا تحاليل خصو يكون القانون ديالكم تسميتو درنا كاع الوليد درنا تحاليل وصلت النوبه ديالي انا دخلت بحالي بحال جميع الناس دخل الولد ديالي قال لي جلسي عاد في الكرسي حتى ملي شاد ليزار ديالو سميتو قال لي ملي يعيطوا لك غادي تكمدي الولد ديالك في ليزار وغادي تمشي بحالك بحال جميع الناس يا يعطوك الدواء ديالك وسميتو تمشي دخل لي الولد عطاه للطبيب دخل قلت لي واش ندخل انا قال لي لا قلت لي انا بغيت نصور الولد ديالي كيتختن قال لي شوفي انا نصور لك بالتليفون ديالي تريحت في سميتو كنسمع واحد الغوشه اللي ما يجيد رحمه الله ديال الولد ديالي وانا الولد واخا يبكي ليا في الدار واخا سميتو ما عمر ما وصل لهذيك الغوشه اللي شفتها دارها صافي انت كنجري كنبكي على برا داو الناس كيسبوا فيا تيقول لي علاش تبكي مالك انت تفايلي على ولدك واش انت الوحيده اللي ختنتيش وشحال تاع عليا تختنوا كاع ما بكاو قلت لهم ولدي عنده شي حاجه قلت لهم ما تقولوش لي انا حسيت بالولد ديالي واقع فيه شي حاجه قولوا لي اشنو واقع مع من بعد خرج هذاك الولد عطيته الولد ديالي قال لي قلت لي من راه شنو كاين قال لي واخا خرجوا لك دابا قلت لي قول لي ولدي واقع فيه شي حاجه قال لي لا ما كاين حتى حاجه ما معطلين دابا هاي سميتو ساعه وهو عندهم لداخل شويه ويبان لي الاطباء كيجريو سميتو قلت راجلي انا اختي قلت لهم سيروا دخلوا نتوما انا راه صافي مابقاش عندي زعما باش غنمشي ندخل لداخل ولا نسمع صوته مابقاش عندي قلت لهم صافي الاحساس ديالي راه حاسه بشي حاجه كاينه قطعوا لي التمره ديالو القداميه قطعوا لي كامله شويه عيطوا الاب ديالو قال لي هاجي تهز اجي هز الولد ملي مشى دخل عنده هز الولد تبان لنا لابيلانس وقفات عاد الباب هز الولد من سميتو حطوه في لابيلانس قال لي دخلي لابيلانس قلت له بغيت نعرف ولدي شنو المشكل فيه قال لك لا راه وقع لي نزيف ومع الولد خرج حالته بالدمايات بحال كنت مديره في شي سطل ديال سميتو حالته ملي خرج واحد الحاله شفتو فيها باقا كنشوفها دابا كنتاثر ما كنبقاش نتركز ملي خرج الولد ديالي قلت له انا من حقي تشرحوا لي شنو كاين سميتو قال لك لا راه وقع لي نزيف واش كان عندك في الدار مولف كيتجرح يبقى الدم ديالو دايز ولا كتنوضي شي حبوبه يبقى الدم ديالها دايز ولا قلت له لا قال لي ولا الوليدات اخرين حتى ما يكون عندهم نفس هذا المشكل قلت له انا الولد ديالي الاخر كيجري كل نهار يمشي كيجري ورجع كيجري ديما محرود ديما مجروح وعمر حوايجو ما عمرو دم ديما تلقى الجرحه فيه والدم ما كاينش قلت له ما عنديش هذا المشكل كاع في الولاد ديالي انا هذا وقال لك هذا وقع ليه نزيف باش نختنو وقع لي نزيف غتمشي معنا غادي تمشي معنا لسميتو راه غادي ديك لابيلانس للسبيطار غادي يحيدوا لي قطع ما عندناش امكانيه زعما اصلا باش غادي حنا نديروا ليه هنا راه غتمشي تما مع لابيلانس غير يحيد النزيف ديالو يديروا لي امكانيات باش يقطع النزيف وغادي ترجعي مع لابيلانس مشيت معاهم قلت لهم خصو يمشي معايا شي واحد اللي يتكلف بالولد حيت انا ما غاداش نقدر فهمتي قلت انا ما غاداش نقدر باش زعما ندير شي حاجه للولد لو وقعت لي في لابيلانس وانا ما عارفه شنو غندير ليه انا زعما سميتو قال لي لا راه ما غنخليوكش تمشي بوحدك علاه انا غنخليوك تمشي تدي الولد بوحديتك راه ضروري غنصيفطو معاك سميت صافي ركب هو ستاجير ركب مع مولا بيلانس القدام هز مع ديك الثلاجه اللي فيها داكشي اللي مقطوع الولد انا شتو تصدمت حاليا باقا المريضه في راسي باقا مديره مقطع دايرينو فيه القرعه ودايرينو فيه الثلاجه بوحدو وسميتو هادي كتسمى بحال جريمه بالنسبه ليا انا والقانون الله يعلم دابا انا كنتما داك الطبيب اللي دار لي هاد الحاله الولد ديالي حنت واخا يكونوا الاخرين انا ما نعرفش نيتهم كيفاش دايره واشنو دايرين اما الحل الوحيده اللي كنتابعو اللي كنقول ليه سميتو هو الطبيب فهمتي والجمعيه هي اللي غتوريني الطبيب اللي دار لي الولد ديالي هاد الحاله واللي كان عنده في هذيك اللحظه اللي كان الطبيب اللي كان عند الولد ديالي وقع فيه المشكل انا نتمنى منهم يوريوني هاد الطبيب هما شخصيا سميتو كنيتو وشكون هو انا لحد الان باقا كدير ولدي وكنجيبو غادي نجي ورجليا دوله كيدوزو بالدم قلت لهم يلا قلت ارتاح شويه وارتاح حدا ولدي نقابلو شويه حتى كيقول لي ماما في يدي ملي كان وناعس على كفاك ملي كان ندير لي كوشه هكا كنلقى فزقات لي كوشه وفزق الفراش لتحت بيض الدم كامل جا النزيف فزق كله حالته ولا جبنا الولد وصلنا ثاني كذلك لقاو في واحد الحاله ولدي اصلا ضاع ملي غيزيد من القدام ويكبر شنو غيقول
بغى يشوفش راسه ما غي... انا ما نقولش لي واحد اخر ما يقولش لي واحد اخر واش هو الدري ما يحش براسه ما غيقولش ما يشوفش الناس ما يعرفش راسه واش كيفاش تزاد كيفاش هو سميتو ملي غطيح لي كرامته الارض كيفاش غيهز راسه ويقول انا راجل واخا يكون ما عرفتش شنو عنده. انا دابا الناس ضيعوني في الولد ديالي وما سامحاش لهم في حقي وفي حق ولدي على هاد الحاله اللي داروها فيا. وانا كنتمنى من 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 جميع المسؤولين وجميع الناس اللي كيكونوا عندهم المرضى او يكون عندهم سميتو ولا مجربين سميتو حسوا بيا واحد شويه وعرفوني في الحاله اللي انا فيها وحالتي الولد كيفاش سميتو اللي هو باقي صغير اللي باقي يلاه كيقول امل في الدنيا شو شنو وقع ليه. ما يمكنش شي ولد اخر نتمناه يوقع ليه ولا شي ام توقع ليه. هاد الحاله اللي وقعت لي وقعت للولد ديالي انا تاثرت ودبت وتحيطمت. حاليا انا مريضه وليت كنمرض من شي حاجه كنعقل عليها حاجه ما نعقلش عليها حاجه كنبقى نص النهار وانا كنحطها ونبقى نقلب عليها. انا حاليا صافي تحطمت وما نتمناش شي واحد توقع لي انا هاد الحاله اللي وقعت لولدي. انا صافي الاب ديالي قال لي الاب ديال الولد قال لي انا بغيت نمشي ندير لي نص هاد الحاله. قلت لي انا بغيت القانون اللي ياخذ لي حقي. اما رشينا حنا غنديروا فيها نص هاد الحاله غنوليو حنا اللي غادي في بلاصتو هو غيبقى بارك هاني فهمتيني. هادي ما تقبلهاش انا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.